اهلا وسهلا بكم اصدقائي، معاكم مستر بادجي. اصدقائي جوه مصر وبره مصر، برحب بيكم في عيادة بادجي، وبقدم لكم في فيديو النهاردة الفيديو المنتظر بعد طول انتظار وبعد كثرة طلب والحاح من المتابعين والاصدقاء. كورس كامل للمبتدئين، اساسيات تربية طيور الزينة وخاصة طائر البادجي. هنتكلم فيه بالتفصيل من اول ما تجيب الطائر، التغذية، العلاج، كل الامور اللي ممكن تواجهك اثناء تربيتك لطيور البادجي. عبارة عن اجزاء مختلفة. بصراحة انا معرفش السلسلة دي هتخلص امتى، السلسلة دي طويلة جدا ومطولة جدا. هنبدأ النهاردة بالجزء الاول وهو النظام الغذائي والتغذية الصحيحة، وكل يوم ان شاء الله هننزل بفيديو جديد وجزء جديد لحد ما نخلص الكورس والسلسلة كاملة مع بعض. هحطه لكم في قائمة تشغيل منفردة علشان تقدر ترجع له في اي وقت. تابع معايا وانتظرني يوميا في نفس الوقت ده، وانتظروني بعد الانترو. علشان نقدر نبدأ صح في تربية أي كائن حي، لازم يكون فيه نظام غذائي متبع، ولازم تعرف طبيعة الكائن ده إيه وإزاي بيعيش في الطبيعة علشان تقدر تواكب الطبيعة بتاعته بنظام غذائي معين. هنتكلم في الجزء ده عن التغذية الصحيحة لطائر البادجي. لو أنت مبتدئ لسه ما عندكش أي خبرات، لسه ما تعرفش أي حاجة عن تربية طيور البادجي، فالفيديو ده ليك. التغذية الصحيحة للبادجي بتعتمد على 5 حاجات أساسية أو 5 وجبات أساسية. هنقسمها مع بعض وهنفسرها مع بعض وإزاي نقدمها خلال الأسبوع علشان تقدر تنتج أو تحصل على عصافير صحتها كويسة، علشان تقدر تجيب إناث أو يكون عندك إناث بتبيض بيض بحجم جيد، وبالتالي الزغاليل تكون حجمها كويس وصحتها كويسة. اتبع معايا الخطوات دي وامشي معايا خطوة بخطوة، وهات ورقة وقلم كده واكتب ورايا اللي هقولك عليه. طبعا زي ما قلنا، الطيور ليها نظام غذائي معين ولازم يكون متوفر باستمرار داخل القفص. في حاجات لازم تكون موجودة كل يوم، وفي حاجات هتكون موجودة لأيام معينة خلال الأسبوع. 5 أشياء أساسية هنعتمد عليهم في النظام الغذائي لطيور البادجي. 2 منهم هيكونوا موجودين باستمرار، وثلاثة منهم هيكونوا موجودين خلال فترات معينة من الأسبوع أو خلال أيام معينة من الأسبوع. أول حاجة وأهم حاجة والوجبة الأساسية اللي لازم تكون موجودة في القفص باستمرار وما تنقطعش نهائي إلا لظروف معينة هتعرفها بعدين ومع اكتساب خبراتك، هي الدنيبة والبلكم والفلارس. دي الحبوب الأساسية اللي بنعتمد عليها في تربية طيور الزينة وخاصة طائر البادجي. وطبعا ده شكل الحبوب زي ما ظهر عندكم كده على الفيديو، وصورته ظهرت عندكم شكل كل نوع من انواع الحبوب دي. طيب ايه هي النسبة اللي هنعملها علشان خاطر نقدر ان احنا نعمل مثلا تضريبة كده معينة نستخدمها للطيور او لطائر البادجي، يعني قد ايه دنيبة مع بلكم مع فلارس؟ خلال فترة او فصل الصيف خلال الحر هنعمل 1 كيلو دنيبة ربع بلكم ربع فلارس، يعني لكل 1 كيلو دنيبة هنحط 1/4 كيلو بلكم وربع كيلو فلارس. طيب سهلها لي، انا مش هروح اجيب 1.25 كيلو وبتاع. لو انت عندك كمية كبيرة هتجيب مثلا 4 كيلو دنيبة، كيلو بلكم، كيلو فلارس. طيب انا مش هجيب كتير، انا عايز بس حاجات كمية صغيرة على قد جوز ولا جوزين عندي، هتجيب 1 كيلو دنيبة ربع بلكم ربع فلارس. ده خلال فصل الصيف او خلال شهور الحر. خلال فترة او فصل الشتاء هنعوز نزود التدفئة شوية، فهنزود كمان ربع فلارس، يعني هيبقى 1 كيلو دنيبة ربع بلكم نص فلارس. بمعنى ايه؟ بمعنى 4 كيلو دنيبة للكميات، 4 كيلو دنيبة، 1 كيلو بلكم، 2 كيلو فلارس. طيب عندي جوز او جوزين، يبقى 1 كيلو دنيبة ربع بلكم نص فلارس. ده خلال فصول الشتاء او خلال البرد. طيب ده كان رقم 1، الدنيبة. الدنيبة دي هتتحط ازاي، او تضريبة الحبوب دي اللي هي دنيبة وبلكم وفلارس هتتحط ازاي؟ دي موجودة كل يوم باستمرار، ما تنقطعش نهائي من القفص. طبعا هي بتكون عبارة عن حبوب كده صغيرة زي ما شفتها في الصورة، والعصافير بتأزأزها وبيكون لها قشر، بتبدأ بس ان انت ايه تنفخ القشر ده من العلبة علشان تقدر ان انت تنضف لهم العلبة او الأكالة، ويقدروا يلاقوا حبوب سليمة بسهولة بدون ما يكون يحتاجوا لمجهود ان هم يبحثوا عن الحبوب او كده.
رقم 2، الحبوب المنقوعة أو الحبوب المستنبتة. إيه هي الحبوب المنقوعة والحبوب المستنبتة دي، أو إيه هي الحبوب اللي نقدر نوصل بيها للاستنبات أو نقدر إن إحنا نستنبتها؟ عندنا القمح، الفول، الذرة، البسلة الجافة، اللوبيا والحلبة. طيب ازاي بنعمل الحلبة المنقوعة او الحبوب المنقوعة عامة، او ازاي بنستنبتها؟ يتم وضعها بالمياه، يعني بتجيب كده حلة فيها مياه وتحط فيها مياه من 3 إلى 4 أيام، طبعا مع نوع الحبوب اللي هتستخدمه. ممكن تعمل كل نوع لوحده، او لو عندك نوعين 3 تحطهم مع بعض مفيش مشكلة، وتبدأ تغير عليهم المية كل 3 ساعات او كل 5 ساعات، من 3 إلى 5 ساعات كده تبدأ انك تغير عليهم المية بحيث ان المية ما تعملش اي عفن او بكتيريا، وتجدد الموضوع ده من 3 إلى 4 أيام لحد ما يبدأ ان هي تبدأ ان هي تليان كده ويطلع لها بعض البراعم الصغيرة، تبدأ انها تستنبت كده استنبات بسيط. وبنقدمها مرتين في الأسبوع بعد تصفية المية منها، طبعا مرتين أسبوعيا. يبقى الحبوب المنقوعة أو الحبوب المستنبتة بنقدمها مرتين في الأسبوع. هنظبط احنا مع بعض جدول، مثلا احنا قلنا الدنيبة والبلكم طوال أيام الأسبوع. هنعمل مثلا الحبوب المستنبتة وليكن سبت وثلاث، سبت وثلاث نحط حبوب مستنبتة زي ما قلنا وزي ما شرحنا. رقم 3، وهي خلطة البيض بالبقسماط. ايه هي خلطة البيض بالبقسماط دي؟ بتكون عبارة عن بيض مسلوق، بنسلقه في المية لمدة 15 دقيقة، ما يقلش عن 15 دقيقة، وبعد كده طبعا بنغسل البيضة كويس جدا قبل ما نحطها في المية عشان لو في اي بكتيريا او حاجة، وطبعا بنسلقها لمدة 15 دقيقة ونهرسها كويس جدا، ونحط عليها خليط من البقسماط المطحون. ولو طيورك ما اكلتهاش او ما حبيتهاش او كده، ممكن تجوحهم وتبدأ انك تحط عليها بعض الحبوب كده على وش الطبق، ومع الوقت هيتعودوا عليها. طبعا برضو هنقدمها لمدة مرتين في الأسبوع، مثلا احنا قلنا الحبوب المستنبتة سبت وثلاث، يبقى البيض بالبقسماط مثلا وليكن حد وأربع. بالنسبة للصيف ما بنسيبش طبق البيض بالبقسماط لأكتر من 3 ساعات، أكتر من 3 ساعات ما ينفعش، ما نحطهاش طبعا في الجو الحر. لو هنحطها يبقى هنحطها الصبح بدري جدا أو بعد العصر، بحيث إن هما ما يبقوش في الحر وتبوظ بسرعة. وبالنسبة لفصل الشتاء أقصى حاجة 5 ساعات، ما نحطهاش أكتر من 5 ساعات، مرتين في الأسبوع. ولو في زغليل هيبقوا 3 مرات في الأسبوع، يعني لو مفيش زغليل يبقى حد وأربع، فيه زغليل يبقى حد وأربع وجمعة مثلا، تمام، عشان طبعا يوم الجمعة هيكون فاضي. رقم 4، الخضروات والفواكه. الخضروات والفواكه طبعا من الوجبات الأساسية اللي لازم تكون متوفرة عند طيور البادجي، مثل الخس، الجرجير، البقدونس، الخيار، الجزر، البطاطا، البرسيم، الفلفل الأخضر، التفاح، الجوافة، البطيخ، البنجر، البرتقال. كل أنواع الفاكهة دي هنقدمها برضو مرتين في الأسبوع، مع مراعاة إن احنا لو حسينا بوجود أي أعراض إسهال أو أي حاجة كده في فتحة الإخراج، حسينا فيه بلل أو كده، فده طبعا إسهال، بنقلل نسبة الخضار والفاكهة. ممكن مثلا نمنعها خالص على الجوز ده أو الطيور دي لحد ما يخف، لأن الخضار والفاكهة بتسبب إسهال لو استخدمناها كتير. فاحنا هنكتفي بس بمرتين في الأسبوع، ونقول مثلا 2 وخميس، يبقى احنا كده غطينا الأسبوع كامل. لو في زغليل يوم الجمعة هيكون فيه بيض بالبقسماط، مفيش زغليل يبقى يوم الجمعة هيكون بدون أي حاجة خالص، بس حبوب، نعتمد على الحبوب فقط. وبكده يكون الجدول مليان أسبوعيا، حاجة ممتازة وما تخرش المية. في ملحوظة بسيطة بس كده لازم ناخد بالنا منها قبل ما ندخل في رقم 5، وهو ممنوع استخدام أو إن احنا نحط لطيورنا طماطم أو بصل أو كرات أو بروكلي أو بذر التفاح، بذر البرتقال. لازم طبعا الحاجات دي نشيل منها البذر، بذر التفاح ممكن يموت الطيور على فكرة، بذر البرتقال طبعا لا، ممكن يسد الأمعاء أو كده، يسبب لهم مشاكل كبيرة جدا. فلازم ناخد بالنا من الأمور دي. واللبن، اللبن ممنوع، ممنوع خالص تروح تحط لهم لبن أو كده. الجهاز الهضمي عند طيور البادجي ما تقدرش ان هي تهضم اللبن، وبيسبب لهم تسمم في الحال وممكن يتعرضوا للموت طبعا. اخر حاجة معانا في النظام الغذائي او في الحلقة بتاعت النهاردة والفيديو بتاع النهاردة، وهي عظام السيبيا. عظام السيبيا من الحاجات اللي لازم تكون موجودة دايما طوال ايام الاسبوع، بتكون طبعا صورتها زي ما هنعرضها دلوقتي عندكم على الشاشة، بنجيبها من عند محلات العصافير او لو بتنزل السوق هتلاقيها بكثره. ولازم طبعا مش مفيش داعي انك تغسلها، ولكن لازم تكون ناشفه، في بعض البياعين بيبيعوها وهي
مبلول عشان تزود في الوزن شوية. طبعا احنا مش محتاجينها مبلول، احنا عايزينها تكون ناشفة كويس جدا، وما تحطهاش على لما تيجي تنشفها مثلا ما تخليش الوجه اللي هو الطري اللي العصافير بتاكل منه لأعلى عشان الدبان ما يجيش عليه او الحشرات، فانت خليه الاسفل وسيبها لحد ما تجف تماما في الشمس، في غير الشمس مش هتفرق. وبعد كده تحطها بتعلقها كده بمشبك، بيكون موجود برضو عند محلات العصافير، ودي بتكون موجودة طوال أيام الأسبوع. طوال أيام الأسبوع بنكون حاطين عظام السيبيا. يبقى احنا كده خلاص انتهينا من الجدول. مراجعة سريعة كده، حاجتين هنستخدمهم طوال أيام الأسبوع، الحبوب اللي هي بلكم ودنيبة وفلارس، وقلنا النسب، بالإضافة لعظم السيبيا أو المحار، عظام السيبيا أو المحار، دول طوال أيام الأسبوع. عندنا 3 حاجات هنستخدمهم مرتين في الأسبوع، الحبوب المنقوعة قلنا سبت وثلاث مثلا، خلطة البيض والبقسماط حد وأربع، الخضروات والفواكه 2 وخميس. طبعا انت ممكن تغير براحتك يعني، بس احنا عشان نعمل مسافة بين الأيام، الجمعة هيبقى فاضي، لو عندك زغليل هتحط لهم فيها بيض بالبقسماط، ما عندكش زغليل سيبه فاضي كده. طبعا دي الحاجات دي كلها بالنسبة للأكل. الحاجات بقى الأدوية والعلاجات والإضافات اللي ممكن نضيفها على المية، كم مكملات غذائية أو غيره، هنتكلم فيه في الجزء الثاني اللي هنعرضه بعد الفيديو ده، بكرة إن شاء الله هننزل بيه على طول. تابعني يوميا لحد ما نخلص السلسلة دي، تأكد انك بعد السلسلة دي هتكون مربي جيد وصاحب خبرات قوية جدا في تربية طيور الزينة. لو ما عندكش خبرات خالص تابع الفيديو وتابع الكورس من اوله لاخره. النهاردة استعرضنا الجزء الاول وهي التغذية الصحيحة، بكرة في جزء تاني ومعلومات قيمة جدا. لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس، ولو الفيديو عجبك وحسيت انك استفدت منه اعطيني لايك علشان رسالتك توصلني وعشان تقدر ترجع له في اي وقت، واشوفكم الفيديو الجاي.